السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم على قصة محمد راجح ومحمود البنا. محمود راجح اللي هو قتل محمود البنا في تلة في المنوفية. الغريب إن أنا حصل معايا موقف زي ده، مش هحكي تفاصيل بس هحكي لكم اللي حصل معايا. تمام، المفروض إن أنا كنت ماشي في الشارع، يعني نفس القصة. لما ببص في اليوتيوب بشوف إيه اللي حصل اتفاجئت جدا، كنت مستغرب جدا لان حادثه زي دي حصلت قدامي بالظبط بالظبط من يومين. تمام، ان انا كنت ماشي في الشارع وفي ولد مع بنت ماشيين، انا سبقتهم شويه كده، وبعدين في جروب من الشباب جايين. تمام، فانا ماشي ودول ماشيين ولد وبنت. تمام، فانفصل واحد عن الجروب ده ودخل في البنت. فالولد اللي ماشي مع البنت راح جاي واخد البنت وراه. تمام، وقال للولد اللي جاي على البنت ده لو سمحت تمشي في حته ثانيه. فكان كلامه واضح وصريح ومعاه حق، يعني انا ماشي مع بنت وانت جاي داخل في البنت، فلو سمحت ايه عين العقل، حتى ما ابتداش بالخناق يعني. فده بقى ايه اللي جاي على البنت ده، قال له انت بتقول انا وسع ومش عارف ايه، ومسك في خناقه ومسك فيه جامد وبيضرب بقى وبتاع. فانا رحت جاي داخل ايه فاصل ما بينهم. تمام، خلاص يا شباب وعيب وكده وما يصحش، وايه يا عم وانت اصلا داخل فيها ليه ومش عارف ايه، الراجل معاه حق يعني، عيب يعني وبتاع. وبعدين يعني ماشي مع بنت يعني تخش فيها، طب ينفع كده مش عارف ايه، طب يقول لي يا عم مش عارف ايه عامل. قلت له طب بس يمكن هو ما كانش واخد باله، فاهم انت كده بهدي النفوس يعني. تمام، فالمهم فصلت ما بينهم كده. فالمهم الجروب اللي جاي مع الولد ده واضح ان هم كانوا جايين اصلا يتخانقوا مع الولد اصلا، يعني هم جايين عندهم سبق الاصرار والترصد، يعني هم عندهم نية ان هم يضربوا الولد. فالمهم يعني دخل بقى عمل العملة بتاعت ايه، بتاعت محمد راجح. دخل واحد داخل ضارب في الولد، تمام، حشناه، راح جاي ناطط التاني او التالت بقى، راح جاي واخد الولد من رقبته وماشي. يعني اللي هو يعني بعد ما شدتهم كذا مرة يعني. تمام، ابتدى بقى يجي اتنين تلاتة مفكرين الخناقة معايا انا، يعني ابتدت بقى ايه، انا اللي باين في وسطهم ان انا بحوش. فابتدوا يفكروا ان الولد اللي كان ماشي مع البت تبعي، هو مش تبعي ولا حاجة يعني. فالمهم جه اتنين تلاتة دخلوا عايزين يحوشوا وبتاع، فالمهم واحد خده من رقبته ومشي. تمام، بيخنقه بجد بيموته. فانا يعني انا حشت بما فيه الكفاية، ويعني مش عايز اخش قوي علشان خاطر مفيش حد منهم يدوس لي على طرف فاتخانق معاهم انا كمان، واكيد هيحصل خسائر لان هما ستة وانا لوحدي، وكنت هتخانق جامد. فاكيد اكيد يا كنت هكسرهم صحيح، بس انا كنت لازم اخرج باضرار، وده العقل والتفكير والصح ان انا افكر بطريقه صحيحه. تمام، فالمهم ايه، فانا يعني حشت جامد ودخلت جامد وخلاص وفسلكت ما بينهم. فهم الناس بتبص لي يعني يعني المفروض انا بقى ايه اروح اجيبه اشيل ايده من رقبته كده واقول لهم خلاص يعني خلاص انا بقى كده. تمام، فالمهم فقلت لهم حشوه يا جماعه حشوه يعني خلاص. فاول ما قلت لهم كده فعلا ايه روح شو، هما كانوا كلهم شباب يعني انا 24 سنه، هما في ال 16 وال 17 يعني. تمام، ف حشوه. تمام، فابتدى ايه فخلاص اتضيرت كده وسلكنا وهدينا الامور وماشي. فالمهم لقيت واحد بيسب الدين ورا، وجت في ودني، هي ضربت في ودني ماشي. كان الولد الصغير اللي معاه البت ده ما شادينه بعيد، بس هو عايز يتخانق يعني. تمام، وانا خلاص اتضيرت عايز اخد الولد اهديه واقول له كلمتين وخليه يمشي. تمام، فالمهم سمعت كلمة سب الدين دي جاية لنا، انا حسيتها يعني متوجهة لنا. فانا اتضيرت خلاص بقى اللي هو هيتخانق، فبصيت له ضير عينه، غير عينه وبص على الولد التاني، حسيت ان هو غير عينه وبص على الولد تاني. تمام، فانا قلت ما دام هو ما عندوش الشجاعه ان هو فعلا بيشتمني، يبقى انا مفيش مش لازم اعمل مشاكل يعني خلاص. ما دام هو شايف ان هو اللي عمله غلط وانه مكسوف وانه ما قدرش يبص في عيني وما قدرش يواجهني بيها، وبص للولد تاني وعمل ان هو بيشتم الضعيف يعني، فقلت خلاص مفيش مشكله. تمام، فالمهم خدت الولد. تمام، وقلت له خلي بالك انت كده انتصرت. تمام، المفروض ان انت تاخد البنت وتمشي، يا اما انت هتتبهدل انت والبنت. تمام، انا كان في وجهة نظري هو انتصر ازاي، انتصر لان هما ستة وهو واحد، وكمان عنده نقطة ضعف ان هو معاه بنت وما قدروش ان هما ايه
يأذوه او يضربوه او يهنوه، تمام. الحمد لله ربنا سترها معايا يعني، وفي ناس اتدخلت. فقلت له انت كده انتصرت، خد بعضك ومشي، ولو انت يعني عندك متغاظ او متضايق لسه ممكن تبقى تشوف حد بقى وتسلك الموضوع بعدين، لان واضح ان هما كان يعني زي حسيت ان هو عارفين بعض، تمام. المهم الغريب ان البنت كانت بتضحك، ودي حاجه سخيفه جدا وقليله الادب جدا يعني. البنت مبسوطه ان في شاب كان عايز يعكسها، وان ده بيتخانق وان هم بيضربوا في بعض، وطبعا كان ممكن يموت يعني، تمام. النقطه بقى المهمه في قصه محمد راجح ومحمود البنا، تمام. دايما احنا بنبص للمواضيع بشكل عاطفي، تمام. دلوقتي احنا ده يعني شاب قتل زميله في المدرسه، ده حقيقي، تمام. لما الشاب ده شافه بيعاكس بنت او بيضرب بنت، مثلا في فرق بقى هنا. هل هو كان خارج يأدب زميله، يعني يفكر نفسه انه اعلى من زميله وانه هيأدبه بقى ويضربه ويعلمه الادب وكده؟ فهنا بقى نقول للناس اللي زي حالتنا، ونقول نفسنا، نقول للناس لو انت خارج فاكر ان انت هتأدب زميلك فانت ممكن تقتله، تمام. فهنا دي النقطة، ما هو كل واحد بيقول انا مش هقتل زميلي، وكل واحد بيقول انا مش هخرج اقتل زميلي، وانا مش زيه، وانا ده انا خارج بس. يعني هتلاقي 500,000 خناقة حصلت بعد الحادثة دي، تمام. بس كل واحد مفكر نفسه انه ايه، هيتخانق بس. ففي نقطة عايز تصلح، ايه هي النقطة؟ ان مفكر نفسه هيأدب زميله، تمام، فقتل زميله، قتل زميله اللي معاه في المدرسة يعني. فدي كارثة كبيرة طبعا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، وان يبقى في واعظ ديني دايما. كان في ده في الفيديو زميل شيطان وزميل ملاك بجد يعني، بس يعني الملاك ده كان لابس اسود، اللي هو بيحاول يهدي الخناقه وبيقول له ما تضربوش، كان لابس اسود في الفيديو، واللي كان لابس ابيض كان بيقول له اضربه، وبيقول للي بيقول له ما تضربوش سيبه يضربه، يعني بيقول للطيب سيبه يضربه، وبيقول لمحمود البنا اضرب اضرب اضرب، بيقول لمحمد اضرب محمود، تمام. فيعني كان في شخص سيء في الفيديو بيحرض على الجريمه ده اصلا، يعني هو مش عارف انها جريمه، بس هو خلاها جريمه يعني. فدايما الصديق 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 يعني، تمام. ونسال الله عز وجل ان الموضوع ده ما يكررش تاني في اي مكان ولا في اي حته، وربنا ينجينا يا رب ويطلعنا من الدنيا دي على خير. السلام عليكم ورحمه الله.